ماشي يا نادر، اتفضل اشرح الار اس اي بطريقه. ماشي يا دكتور. الار اس اي والشارد هي هما الاثنين علاقه طرديه مع بعض. احنا دلوقتي الاستراتيجيه هي عباره عن يعني زي ما نقول كده عندنا اللي هو اختلاف العلاقه الطرديه، يعني لما بيحصل حاجه غلط عن الطبيعي، هو الطبيعي ان هما الاثنين علاقه طرديه، يعني ماشيين بنفس الاتجاه. ده مفهوم الدايفرجن، هو اختلاف في العلاقه، في اختلاف في العلاقه الطرديه، يعني الاثنين لازم يكونوا ماشيين مع بعض. لو حصل اي اختلاف ده بيسمى دايفرجن ايا كان شكله بقى. بس احنا دلوقتي بنتدرب في الاول خالص عشان نتقنها على الطريقه السيمبل بتاعتها. ايه الطريقه السيمبل بتاعتها؟ هنقول كمتين على نفس المستوى او قاعين على نفس المستوى على الشرط، وفي اختلاف في الار اس اي. زي ايه مثلا؟ زي ممكن يا دكتور تجيب القمه اللي هنا دي؟ لا اللي قبليها، اللي قبليها يا دكتور، كمان تحت الناحيه الثانيه خالص بقى قبل القاع، بعديها بشويه، اللي بعديها بشويه، قبليها على طول القمه، القمه اللي قبليها على طول، القمه اللي قبليها على طول، القمه يا دكتور فوق. ايوه هي دي. بص هنا وبص اللي قبلها، ايوه دول على نفس المستوى. دي الطريقه السيمبل بتاعتها. لو كان في اختلاف على الار اس اي، طبعا احنا شايفين على الار اس اي هنا مفيش اختلاف، بس انا بقول يعني الطريقه السيمبل بتاعتها، لو كانوا الاثنين في نفس المستوى وفي اختلاف في الار اس اي، ده كده دايفرجن قوي. دي الطريقه السيمبل، بناخد على طول هبوط بعديها. ونفس الطريقه لو كانوا الاثنين في قاعين بنفس الطريقه على الشرط وفي اختلاف في الار اس اي، فده بيكون بالظبط شبه دي، ده بيكون دايفرجن قوي احنا بناخدها. هو ده فكره الاستراتيجيه كلها. الفكره كلها في نقطه الدخول بقى، احنا بنخش مع بدايه الشمعه، يعني بنستنى لما شمعتنا تنتهي وبنخش مع نهايه الشمعه، مع بدايه الشمعه. طبعا ممكن الماركت يعمل ديل قوي او يعمل عكس، فانت تحس ان هي بتخسر معاك، ده مش حقيقي. انت امتى تحس ان هي بتخسر معاك وبتقفلها؟ لما الشمعه اللي انت داخل فيها تنتهي. لو انتهت بالعكس ده معناه ان انت كان منطقه دخولك غلط، او ان انت كنت غلطان، فانت بتقفلها وبترجع تعيد حساباتك من تاني. لكن ما بتسيبهاش بقى لما ترتد، او مثلا في بعد 5 دقايق من الشمعه تقفلها وعلى خساره. لا، انت امتى تعرف ان انت دخلت غلط؟ لما ال 15 دقيقه يخلصوا ولسه خسرانه معاك، بتقفلها وبتعيد حساباتك. طول ما الشمعه لسه ما خلصتش انت كده لسه في امان. دي كل طريقه الار اس اي، اختلاف في العلاقه الطرديه بين الشرط وبين الار اس اي، بس كده. دي كل الاستراتيجيه. نقطه الدخول هي دي، نقطه الدخول مع بدايه الشمعه. نقطه امتى تطلع بقى من الشمعه وانت كسبان؟ انا لحد امبارح بالليل ما كنتش عارف. الدكتور قال لي ان انت ممكن تخش على فريم الدقيقه تلاقي مثلا 3-4 شموع يعني خد تقفل بقى في نهايه الشمعه مثلا دي قبل ما تعمل دي، يبقى انت كده خدت اقصى ربح من الشمعه. طيب انت عملت كده في اول 5 دقائق ونزلت هي جابت نقطه الدخول، خشها تاني مره عادي، ما كده كده هتكسب تاني، يبقى انت عملت فلوس مره في نفس الشمعه، ولما نزلت كنت قفلتها دخلت تاني وعملت فلوس مره تانيه في نفس الشمعه. بس يا دكتور. وطبعا في مثال دلوقتي اللي هي الشمعه دي، والشمعه دي عندك قاعين، فانت بتدخل في بدايه الشمعه دي وتطلع بالظبط كده نفس اهو، قاعين على نفس المستوى وفي دايفرجن تحت، في اختلاف تحت، خدناها صعود بالظبط كده يا دكتور. فده مثال للصفقه، يعني بتدخل هنا هي دي يطلع بالظبط كده، بتروح بقى جايبها مثلا عشان تطلع بتلاقيها شمعة وهي في عزها طالعة كده، تروح طالع. تمام. وادي عايزين مثال للبيعة اهو برضو، ادي واحدة هنا وواحدة هنا عالية والاتنين قد بعض بالظبط كده. فانت معايا اهو واحدة بيع وواحدة شراء، ادي مثال للبيعة اهو دي، وادي مثال للشراء. الكلام في 5 دقايق للناس اللي ما عندهاش وقت تسمع ساعة شهر. عايز تضيف أي حاجة تانية يا ناجي؟
دي أمثلة، دي أمثلة عليها. دي الأمثلة بتاعتها. لو الناس قالت لك بقى أنا مش فاهمين، يشوفوا شغلانة تانية غير التداول. اللي مش عارف يعمل فلوس بقى بالطريقة دي وأسهل من كده اهي، التداول بصراحة يبقى مش ليهم. لو ما الناس دي ما فهمتش الكلام دوت، اللي هي النقطة دي والنقطة دي والنقطة دي والنقطة دي، يبقى التداول الاستراتيجية دي مش ليهم، يشوفوا حاجة تانية، أي استراتيجية تانية. بس ما افتكرش يعني أي عيل صغير هيفهم الكلام دوت. خلاص يا رجالة، اهو انا سجلناها عشان الناس تبقى ايه تشوفها.